توازن السوائل والمعادن والأملاح في الجسم، وتنقية الدم من السموم والتخلص من السموم دي عن طريق البول، إنتاج كرات الدم الحمراء في نخاع العظام، والمحافظة على ضغط الدم في المعدل الطبيعي. وظائف مهمة جدا بتقوم بيها الكلى، ووجود أي مشاكل في الكلى بيأثر على كل الوظائف دي وبيسبب ظهور أعراض كتير على الجسم. الأعراض دي ومن أكتر الناس المعرضين لأمراض الكلى، ده اللي هنتعرف عليه في حلقة جديدة من برنامج وقاية. أهلا بيكم مرة تانية. أول علامة تحذيرية على وجود مشكلة في وظائف الكلى وتسمم الكلى هو وجود طعم معدني في الفم، وده بيكون بسبب زيادة نسب المعادن في الجسم وعدم قدرة الكلى على التخلص منها بشكل سليم. ده بيسبب الإحساس بطعم معدني في الفم أو خروج رائحة الأمونيا من الفم أو تغير رائحة الفم للرائحة الكريهة. والعلامة التانية هي الحكة وجفاف الجلد وظهور الطفح الجلدي، وده بيكون بسبب زيادة نسب المعادن في الجسم وخاصة معدن الفوسفور اللي زيادته بتسبب الحكة وجفاف الجلد. العلامة التالتة هي تورم الوجه واليدين والقدمين، وده بيكون بسبب احتباس السوائل في الجسم بسبب عدم قدرة الكلى على التخلص من السوائل الزايدة وبسبب زيادة نسب الأملاح في الجسم وخاصة ملح الصوديوم. والعلامة الرابعة هي تغيرات البول، سواء كان تغير في لون البول زي تغير لون البول للون الأصفر الغامق أو اللون البني، أو وجود الدم في البول وتغير لون البول للون الأحمر، أو وجود رغوة في البول، أو الإحساس بصعوبة في التبول، أو وجود ألم أو حرقان عند التبول، أو التبول المتكرر والإحساس دايما بعدم تفريغ المثانة بشكل كامل. كل التغيرات اللي ممكن تحصل في البول بتكون دليل واضح على وجود مشكلة في وظائف الكلى. العلامة الخامسة هي ضيق التنفس، وده بيحصل بسبب احتباس السوائل اللي بتتراكم على الرئة وبتسبب الإحساس بضيق في النفس. العلامة السادسة هي عدم انتظام ضربات القلب والإحساس بتسارع في ضربات القلب، ده بيكون بسبب تراكم ملح البوتاسيوم في الدم بسبب عدم قدرة الكلى على التخلص من الكميات الزايدة منه. والعلامة السابعة هو التعب والدوخة وعدم التركيز، وده بسبب دور الكلى المهم في إنتاج هرمون الإريثروبويتين المسؤول عن إنتاج كرات الدم الحمراء، وبالتالي وجود أي مشاكل في الكلى بيقلل من إنتاج كرات الدم الحمراء وبيقلل من كمية الأكسجين الواصلة للمخ وبيسبب الإحساس بالدوخة والتعب وعدم التركيز. والعلامة الثامنة هي فقدان الشهية والرغبة دايما في القيء، وده بيكون دليل على زيادة نسب السموم في الجسم وتراكمها بكميات كبيرة جدا. ومن أكتر الناس المعرضين لأمراض الكلى هم مرضى السكر اللي دايما قياسات السكر عندهم مرتفعة والسكر التراكمي عندهم أكتر من 7%، وكمان مرضى الضغط المرتفع، ودول بيمثلوا تقريبا 70% من حالات الفشل الكلوي على مستوى العالم. علشان كده بننصح المرضى دول دايما إن هم يتابعوا تحاليل وظائف الكلى مرة على الأقل كل 6 شهور. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.